اوكي زقفوا له يمكن مني وقف مني هيك. بدي اقول شغله كثير كثير اساسيه بالديو، كل شيء اسمه ديو. اول شيء صوتك كثير حلو كثير، قلت لك الغنيه خامد صوتك بتفوت على القلب ديركت، ادائك كثير حلو. رح اقول لك شو بلشت بالحلو انت هيدي، بس اقول لك قبل شو الحلو وشو البشع. وقت تكون غنيه اوريدي فيها كميه احساس عالي، اوريدي فيها عرب، يعني المطرب الاساسي مغنيها ودق وعطيها فليفر تبعه، ما تعرب فوق العرب. يعني بدك تعمل شيء عمول شيء تاني بالمرة، زيادة العرب بتاخدك لمحل يعني بتصير كرهني الغنية، بدي اسمع منك ممكن بسلاسة أكتر، ما نتفلسف على اللي أصلا متفلسفه المطرب. يعني تفلسف فوق تفلسف، صارت غنية مفلسفة وأوردي غنية ضاربة وواصلة للناس، وصلتنا هيك. يعني إذا بدك تغنيها بجمال صوتك بجمالية صوتك وأدائك وإيقاعك الفظيع واللي لازم الشباب يتعلموا منه والبنات هون، كيف تنزل ديفيجن تبعك، كيف تنزل العرب تبعك على المغنى، هذا الأصول. وكيف وقف وراسين بوقفتك منك، يعني عم بتمثل الغنية وعم بتمثل الكلام، هذا شيء كتير بيخلينا نحس معك ونعيش الغنية مثل ما تعيشناها. زيادة العرب هي طلعتني شوي أنا من المود، بس غير هيك you were perfect for me. أنا بالنسبة لي أوكي هيدي انت مظلومه مثل كل ديو هذا حكينا فيه، انت عم تحكي الطبقة عالي اكيد عالي، كنت عم بتغني فالسيتو كل وقت، وهذا اللي بين محلات اني كمان وقعت بزيت الغلطه اللي وقع فيها نسيب. مظبوط انا بنسى اسامي خير نسيب لسه ما بدك نسيب نسيب انا هيك قررت هلا معلش بس شيء ما يزعلوا اهلا. هيدي انا اللي حسيته انك وقعت بفخ هو زيته كمان العرب، غنيتي كتير حلو مظلومة بالطبقة وكل شيء، بس غنيتي كتير حلو. أنا كنت خايفة بس من البارت الأخير ومن تعليقك بصراحة. لا إذا عملتي ما تخافي، تكون واحد عامل شغلة حلوة ليش بده يخاف؟ أنتوا هيك عملتوا برافو، أنا هيك بدي. أنا بالنسبة لي هيدي أحلى بيرفورمنس الليلة من اللي رح نشوفه كمان، هيدي أحلى شيء، بس مش أحلى شيء بستار أكاديمي، بس هي أحلى شيء شفته لليوم كديو. هلا هيدي طلعت كثير برا اني كمان وقت تزيدي عرب وتتفلسفي شوي زياده وعم بتغني فلسيتو، فلسيتو بتريح حالك اصلا بالمغنى، فيك تطربي مبسوطه انه انا اذا بغني على العالي بالفوتات تبعي بقدر وقت اقلب صوتي يعني بقدر اعرب زياده. لا حدود العربه وتعرفوا وين تنزلوها هو اساس بالمغنى. لا اقول لك بيجي بدي اقول لك برجع بوقف، بيجي بدي اقول لك عملتي كم شغله بينقل لك عليهم اكيد، بس حجم العربه على طول وقت بتعملي عربه جربي بعدها ما تعملي عربه اقفلي خلص نستوعبها. عربه ورا عربه ورا عربه، دماغ الانسان ما راح يستوعب 77 عربه بثلاث ثواني، مش معقوله يعني. بليز موضوع العرب هو موضوعنا للحلقه، مثل ما كان موضوعنا التيمبو هذيك جمعه، موضوع العرب بليز ما نوقع بالمدرسه البيخ